FM. الكل مليك. Headlines. يزمنا نبدأ طبعا بالحدث اليوم اللي هو إسناد رسمي لجائزة نوبل للرباعي الرائع الحوار الوطني. الصحافة تقول الرباعي يرفع نوبل ويدعو قادة وشعوب العالم إلى السلام. يا سيدي هاو الدروس ولينا نعطيو فيها نوبل السلام بلا سلام بين اتحاد الشغل ومنظمة العرب. هذا الشيء يهمني أكثر، هذا اللي باش نحكيو عليه بعد. سي رجاء، لا يلزمنا بالفعل اليوم نحتفلوا بهالجائزة لأول مرة في تونس. بالطبيعة جائزة نوبل للسلام راهي معدل 100 مليار كوميونيكاسيون، راهي ميزانية متاع إشهار لتونس لا تتصور تفاعلاتها. رانا نحتلوا الصفحات الأولى في الجرائد، وراو الرباعي الراعي للحوار اللي قام بك العملية الباهية ياسر اللي حل ثنية الانتخابات وكذا، يعني تجربة تونسية للديمقراطية. لأول مرة بلاد عربية قاعدة يتكلموا عليها على خاطر الديمقراطية وحرية الناس وحقوق الإنسان اللي نجحت فيها الثورة هذه متاع تونس. يعني هذه من الأمور الإيجابية اليوم ما نقصوش منها، متفقين. تبدا النصيحه الشخصي المفدى، معناها ما نقصوش منها، نخليه تفدليك على شيره ليكسيبسيون وتنبير على شيره بجاه ربي. كوميم سيره جي باش نبر شويه ميساج ليك انت. اما انا باش نبر شويه. ما تعرفها قبل كي كنا في وقت كيما يقولوا، انا ما نحكيش برشا على عهد سابق خاطر انا ما نحبش جو ماتاك او جون وهما طايحين. نحب اللي عنده الشجاعه وقت اللي يبداو في بقايحهم في مناصبهم تبدا عنده شجاعه انه ينقدهم وانه، لكن جست باش نرجعوا للعهد السابق ما تتذكر وقت اللي كانوا يقدوا دي ريبورتاج بيبليسيتير نحطوا عليهم احنا 100,000 دولارات ويجيو يحطونا من لا تي سي ويجيو يحطونا فيك لو بتي زونكار، رانا لو بتي تونكار باردون فيك لو بتي تونكار، راهو هذا ريبورتاج بيبليسيتير. احنا اللي نتمنوه بالطبيعه، احنا فخورين بجائزه نوبل. اللي نحب نذكر التوينز راهو مش الشعب العربي الاول اللي خذيهم بعد سراج باش يرجع لنا للتاريخ، مش العرب الاولانيين اللي خذيو جائزة نوبل. باللي جائزة نوبل للسلام يلزمها تبدا من باب الدار اللي هو تونس، هكا ولا ليه؟ يلزم السلام بين التوانسه هكا ولا ليه؟ معناتها ما تنجمش انت ماخذ جائزه كونيه وانت في دارك شدد السيوف عشان الناس على بعضهم، مش حلو. هذا هو واللي بعد باش نتعمقوا في التحليل نتاعو. لا بريس تقول لك ليكسيبسيون تونيزيان أونوغي، ولكن فما واقع تونسي قاعدين نعيشه في مشكل اقتصادي، في مشكل اجتماعي، ولكن كذلك مشكل الإرهاب. في جريدة الشروق مواجهات مع الإرهابيين وإصابة 5 عسكريين، هو في المقال 3 عسكريين، دونك نحينه وأنه وصلنا إلى 5 جرحى. الكلمة برك اللي نقولها هو أنه نطمنوا إن شاء الله التوانس الكل وخاصة العائلة نتاعهم اللي أكيد هم على اطلاع، وأنه حالتهم الكل في استقرار. معناه إن شاء الله لباس وإن شاء الله يرجعوا لعائلتهم في أقرب وقت. وهذا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، راه الإرهاب يومي، راه مش ضرب هكا وبعد يرتاحوا، لا جبل الشعام به كراض مدة وجاءوا الجبال الأخرين نابوه في الضغط على قواتنا المسلحة، لكن هاو عاود تحير. راهي المسارب لي بيست اللي بين الجبال ما تعترفش بالحدود الجغرافية والسياسية، راهو جبال الجزائر تنفذ الجبال تونس وتعمل معنا وتعمل دي تونيل وكذا، شيء يعرفوه المهربين الكل، المهربين الكل يستعملوا في الـ في الـ في الـ في الـ في لي تونيل سوتيرا وفي غيره معنا باش يدخلوا السلاح نتاعهم، ومعهم الإرهاب بالطبيعة. كذلك في جريدة شروق أمال معاك قبل ما نرجع مع سي رجاء على جريدة المغرب وكذلك جريدة الضمير. قلت أنه فما واقع تونسي مازال فيه برشا مشاكل، مثلا في الصفحة 8 من جريدة الشروق يقول لك توتر وتجاذبات تحت قبة البرلمان، نواب المعارضة يقاطعون والميزانية مهددة. نحكيه على الجبهة، نحكيه على أفاق تونس. ولو أنه البارح نسمع في تصريح السي فوزي عبد الرحمن يقول لك رجعنا ونحضروا في الجلسة العامة تاع مناقشة ميزانية 2016. هو من المفروض يزمع حاجات طبيعية غير احنا مش مستنسين بيهم. انت راه في البرلمانات الكل ثم عرك، احنا سمعنا عنا يظهر لي اسبوعين ثم في البرلمان الجزائري عرك، معناتها عرك معناتها باغتو ثم العركات هذوما في البرلمانات الكل، وفي البرلمانات الكل زاد ديما اليسار يعارض وديما يغضب وديما يخرج وديما يعاود يدخل، دونك معناتها هذوما الكل حاجات طبيعية، معناتها من تصرفات طبيعية. ونكيد نقول معناتها على مستوى احزاب المعارضه اليساريه هي زاده معوله، مي ثم لا جلوباليزاسيون نتاع لي كومبورتمون دو لا غوش. فوالا بون هوني بون افيق
pour d'autres raisons, effectivement, éventuellement et certainement. Mais de toutes les manières, il y a des pratiques ممارسات طبيعيه, mais غير احنا مش مستنسين بالعركه راهو في البرلمانات. مستنسين 100%. مستنسين 100%. تصادقون على قانون الماليه بالاجماع. الله يبارك. يا حسرة. قبل كنا بالاجماع سي رجاء, تولينا بالتوافق. بالتوافق اي, نفس الشيء نفس الميكانيك. جريده المغرب اعطت الكلمه لسجيلاني الهمامي عضو مجلس امناء الجبهه الشعبيه والنائب مجلس نواب الشعب, مطولهم الالقاب نتاعنا السياسيه. بحاصيل هناك تلاعب بمؤسسات المجلس من اجل تمرير توجهات الائتلاف الحاكم. ايش يعمل الائتلاف الحاكم بعد اللي عنده اغلبيه؟ من المفروض انه يمرر القوانين نتاعو. اما حاجه طبيعيه, لكن سجيلاني يزيد نرفض ان نكون مجرد صوره في ديكور اجرامي وتمشي اقتصادي يخدم لوبيات معينه. حبيت نعرف النشاط الاجرامي في مجلس النواب هذا شنو هو؟ تمرير قوانين بصفه ديمقراطيه, هذا النشاط الاجرامي. لا, قانون الماليه قانون التساهل مع جرائم الجبايه, وهذا ما لا نقبله ولا يمكن للاغلبيه ان تقيدنا. اللعبه الديمقراطيه واضحه, ثم أغلبية وثم أقلية. الأقلية عندها الحق باش تعارض الجبهة الشعبية في الأقلية, الأقلية المعارضة وتحترم من أجل ذلك. لكن حكاية الإجرام هذه والجرائم, بجاه ربي قلنا نقصوا شوية في اللغة ونحسبوا لكل كلمة معناها. راهو في اللغة العربية كل كلمة عندها معنى, الجريمة عندها معنى, معنى معروف قانوني زاد يتعدى المحكمة الإنسان من أجل جريمة قتل, جريمة سرقة. ما نزيدوهاش هذه كل يوم ولها اللغة واحد والقبضة الحديدية لا قائمة. مش قبل كنا نحكيو على اللغة الخشبية. اللغة الخشبية هيك رجعنا لها مون شاس لو ناتوغيل روفيان تو قالوا هكا. احنا تطورنا من العنف الثوري مشينا للممارسات الإجرامية. هو هذا ينطبق عليه, يقول لك الفلسفة ما بيناتنا, فما تصويت في الأخر ائتلاف حاكم يتحاسب بعد 5 سنين وموا شوية استقرار في البلاد. اي نعم. ما نعرفش إذا عندك حاجة أخرى في جريدة المغرب وإلا نمشيو لجريدة. ثم تعليق وزير الداخلية الأستاذ ناجم الغرسلي, فيديو داعش يكشف مدى دموية التنظيم وضعفه. وجاء الخبر السار لبعض لبعض الشرائح هو مقتل أسامة التونسي اللي عمل التصريح في الفيديو تقتل بعد نهارين, قتله الجيش السوري في معركة في مواجهة دموية كبيرة ومات, معناها مؤكد شافوه الناس. نزيدوا توا نزيدوا هالايامات نزيدوا نتاكدوا من الخبر باش نشوفوا المسلسل الدموي المتواصل. عمل لك هو ديسكور دو لا فيكتوار, عمل محسوب, عمل لا رانا باش نطيحوا تونس, نطيحوا الدوله التونسيه في نهارين يا اخي تقتلوا. وهذه من عداله الخلق. العاقبه للبقيه ان شاء الله. جست باش نقولوا باللي الحملات معناتها الدعويه نتاع داعش معناتها معروفة. أنت تعرف ياسين باللي هما عندهم 50,000 كونت تويتر, يعملوا 100,000 تويت باغ جور. دونك هما 100,000 تويت باغ جور الدواعش. دونك هذا الكل داخل في لي كامبان دانتيميداسيون نتاعهم, معناتها يحبوا يخوفوا العباد وكل شيء. وعندهم لي انسترومون, عندهم كل الإمكانيات اللي يعطاو لهم بمعنتها تبارك الله عليهم رؤوس الاموال الخليجيه الداعشيه الوهابيه باش يقوموا بالاعمال هذوما الكل. وبربي بهالمناسبه نحب كيف نذكر الناس اللي عملت ملتقى اصدقاء تونس سوريا في تونس. بربي كيف تتفرجوا في التلفاز وتشوفوا اللاجئين السوريين على حدود المجر على حدود المانيا وهما داخلين ما تحشموش على رواحكم. والاردن وتركيا وكيف تشوف زاد لي تيمونياج نتاع الصغار, معناتها الصغار السوريين هذوك من الاطفال السوريين والمآسي والدموع نتاع ابائهم وامهاتهم والاطفال المشردين هذوكم. ما زلتوا تنجموا تخرجوا للتلافز وتتكلموا على الديمقراطيه وعلى حقوق الانسان وعلى الدفاع, وحتى على لي غارد كور نتاع رئيس سابق هو اللي كان من بين الفاعلين في انها سوريا يصير فيها اللي صار. بربي رجعوا انفسكم وحشموا شويه, راهو الاقنعه سقطت الديكتاتوريه القناة. حتى الديكتاتوريه نتاع ال الاسد منذ 45 عام مشاركه شويه في الجريمه, لكن هو سوري ماهمش ابرياء. نحلوا بعد دقيقه الاخرانيه في دقيقه سراجات تعليق على الاسلاميون.
الديمقراطيون بعد تصريح سي رشد الغنوشي لقناة الجزيرة في جريدة الضمير. الضمير يعني المسلمين. حزب تعرفوش حزب ميركيل في ألمانيا اللي الديمقراطية المسيحية الألمانية. الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا اللي حكم إيطاليا 50 سنة. يعني مسلمون ديمقراطيون تطور في فكر الغنوشي أم قناعات أصيلة. نحن حزب حداثي علماني ديمقراطي تقدمي حصيله ما خلى حد شيء لليسار. معناها لليسار ديمقراطي بالطبع. معناها هذه ويعودها سي راشد الغنوشي عدة مرات على عدة منابر إعلامية وحديث مع التلفزات العالمية والعربية نفس القناعة. هذا يعني إعداد للمؤتمر أظن للمؤتمر متاع حزب النهضة الذي يعلن على وصوله في شهر مارس. نرجع ممكن ونعلق أكثر على هل الكونسيبت الجديد هذا اللي تحدث عليه سي راشد الغنوشي بعد كابا فان الكلمة ليك.